خالد نزار لم يرفع قضية على الكتاب أو على الحرب القذرة. خالد نزار رفع علي قضية عندما شاهدني على القناة الخامسة الفرنسية وأنا نعته في إعادة تلك القناة بالجبان الذي فر من المحاكمة في باريس، والشيء هذا مكتوب وموثق في الكتاب ومعروف لدات اللي رفع فيها عليه القضية، ولم يرفعها عليه على الكتاب، ولكن على أني قلت بأنه جبان فر من المحاكمة وغادر الجزائر لأنه هرب، لأنه لا يريد أن يتم محاكمته في ذلك الوقت. المهم، هذه هي على هرب خالد نزار، ما هربش ولا رفع عليه قضية اكتشف الكتاب ولا لأني قذفته، لا، أنا أعترف بأني قذفت خالد نزار واتهمته بالجبان، وهذا كان على شاشة على قناة فرنسية في 2001، ولهذا رفع عليه قضية ولم يرفعه على الكتاب ولا على الحرب القذرة ولا على أي شيء آخر.